شمال يعني من فوق. يعني بالتالي لو الجزء الرشد هيكون شمال يعني فوق، لكن في مره ثانيه اتكرر الاربعه ملهاش دعوه اصلا. اتكرر الاربعه هنا على الجلوكوز ولا جلاكتوز قلت للوش الرابعه في الجلوكوز يمين يعني تحت، يعني مرات بيساوي هناك من هنا واحده تحت والثانيه فوق، هنا كانوا الاثنين تحت قصاد بعض. فالبوند البيتا مفروض بتتعمل برضه ماشين ميه اتش واحد او اتش، ايه اللي فاضل في النص؟ او اللي فاضل في النص او، بس شوف شكل الرقم واحده تحت واحده فوق. هل الرقم دي نفس المنظر بتاع الرقم دي؟ اظن لا. انا بقى عندي انزايم يخدم الالفا 4 واخد ستارش بلاكشن، ما عنديش انزايم يخدم البيتا 4 الموجوده بكثره في السيلوز. نان راجستر اورينتد في السيلوز اللي هو بس هو له فوائد يعني اكزاكت بطريقتين، ان هو جسم بيزود حاجه في اليومن اوف ذا انتستن اسمها الاسواق فريشر، يسحب ميه من الجلوكوز الاين معاه وهو نازل، ده تنصح الميه يساعد في الايفاكيويشن. ايه رايكم؟ اني ايفاكيويت اسمنت يفضل اسمنت دراي سكول ولا حوالي ميه؟ اكيد حوالي ميه ايفاكيويت اسمنت الاكزاكت بس ده يعتبر ان بيفك الجلوكوز ايه؟ طرفي، يعني يعتبر اكس جلوكوسايد ديز، ده بيفك الجلوكوز طرفي لما ديز يبقى اكس وايه؟ جلوكوسايد. ليه بقول كده؟ طب ما هو يفك لك بقى الجلوكوز الطرفي اللي هو بتاع الدكستر يفك لك واحده واحده، يفك لك الجلوكوز الطرفي انت عملت ايه؟ تريوز واحده واحده في الفصلات عندك. يبقى هو ديز وفي نفس الوقت فك الجلوكوز طرفي، يبقى اكس جلوكوسايد ديز هيطلع لك بقى ايه؟ فري جلوكوز من الاكسلنت واحده واحده من الماتريوز الى الجلوكوز نفسه وهكذا. ناقص حاجه واحده ما فكرتهاش، الايزومر 2 انا ما فكرتش الالفا نصيص لغايه دلوقتي. ايزومر 2 اخر حاجه جبتها واحد اسمه ايه؟ ايزومر بيس. ايزومر بيطلع فري جلوكوز وفري جلوكوز. يبقى كام؟ اللي فوق السكروز اسمه فريز طبعا متكرر ماتيز، اللي في نفس الوقت اسمه انتيجوسايدات، ما تقولش بقى جلوكوز طرفي في الدكسل واحده واحده، النكروز واحده واحده، النكروز، يبقى فاضل حاجه واحده بس، اه نصيص نحطها بالفعل اسمه ايه بقى؟ ايزوماتيز. وصلت ل 3 مونت سكرايد يبقى جالس في الابد ابزوربشن دلوقتي يعني. بس مجموعه الانزيمز بتاعت الميكوزا لاين تعتبر فكوا فتافيت صغيره، طب الفتافيت الصغيره دي انا سميتها مره موليكو سكرايد. الصغيره دي سميناها اوليجوساكرايز، فالانزايمز دي على بعض بيسموها اوليجوساكرايزيزيس، على بعض بيسموها ايه؟ اوليجوساكرايزيزيس، بيفكوا في تفكيك صغيره، على بعض بيسموها ايه؟ اوليجوساكرايزيزيس. في مرض بقى في الدجشن، هو الحقيقه لما اشوف كل الاطفال هتلاقي فيه ممكن سكريز ديفيشنسي تتولد بيه او لاكتيز ديفيشنسي، ده المرض المور كومن اللي هو انا كاتبه هنا اسما اللي هو لاكتيز ديفيشنسي اهو. اللي هو اسمه لاكتيز، انه بيشرب ايه؟ بيرفع ايه؟ اللبن.
لكن الديك لسه ما تكونش عنده السكريز، لسه ما يكونش السكر عسل اسود اللي بعد شويه الجين بتاع السكريز لسه ليتقن لما يكبر شهور بقى يبقى ايه الجين يتنشر او يطلع المنتيز بتاع السيريالز بتاع الحبوب، لان هو بتاع الولد عنده جين النشط بيطلع يبقى لاكتيز بتاع. طب لو عنده الجين ده مش ميوتيشن في الجين هتستمر معاه على طول وراثه، لا يبقى جين ليس اكتف يعني ترانسكريبشن ريت بطيء، فيطلع عليه مRNA قليل، فيطلع عليه انزيم برضه ايه قليل، هيبقى موقتا عن الانزيم قليل. ليتر اون بعد اسابيع ممكن الجين يتنشط اكتر والريت اوف ترانسكريبشن يزيد، فيطلع عليه انزيم اكتر ممكن الجين يتنشط بهرمونات معينه زي الانسولين مثلا هرمون. يعني هيتنشط بعد بس عنده مشكله موقته اسابيع بعد الولاده، هيبقى الانزيم عنده ايه قليل. هيحصل ايه بقى لو الفلكتوز نوت دايجستد وبالتالي نوت ابزورب؟ هو اللاكتوز دلوقتي فوق جسمه الابزور يبقى هيوصل للارج ايه؟ التست. نورمالي ما كانش يوصل للارج التست لانه كان رابدلي دايجستد الانزيم وبالتالي رابدلي ايه؟ ابزورب، يعني ما وصلش للارج التست في الطفل الطبيعي طالما دايجستد وايه؟ ابزورب از 3 مونث كار. لكن دلوقتي بقى مش اللارج انتستين فيها نورمالي بكتيريا عايشه، البكتيريا بتطلع انزيمز، الانزيمز هتبقى كده كده